بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء شئت. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والولد والمعافاة. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. كل شيء هالك إلا وجهك، وكل نعيم زائل إلا جنتك. جلت ذاتك عن أن تدركها أبصارنا، وجلت حكمتك عن أن تدركها أفهامنا، وجلت ألوهيتك عن أن نؤدي حقها بشائب أعمالنا، وجلت رحمتك عن أن نقابلها بقليل أفعالنا. نفر منك إليك، ونعتمد في كل الأمور عليك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا موئل لنا إلاك فنرجوه. سبحانك سبحانك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه؟ الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، أمات وأحيا، وأضحك وأبكى. ما في الوجود
سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومنقذنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، فطلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، دعا إلى الله بإذنه فكان بشيرا نذيرا وسراجا منيرا. نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. أحسابنا، أموالنا، أعدادنا، أشكالنا، لا شيء. التقوى هاهنا، لغة التفاضل بيننا. هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أما بعد، يا عباد الله، الدنيا من حولنا تعج بالمؤتمرات والمؤامرات، وأعداؤنا بكل الوسائل والأساليب القذرة وبكل الكيد الرخيص المنظم يعملون عمل الليل والنهار عملا حثيثا للإجهاز علينا ولو في بضع أيام معدودات. وأوطاننا تحت مجهر المراقبة وتلسكوبات المتابعة، سيناريوهات تعد ومكائد تجهز وتهم وأباطيل يروج لها على أعلى مستوى دولي، وحملة منظمة تجمع بين الذين تعاهدوا سرا ثم أعلنوا على أن لا يبكوا في أرض الإسلام وبلاد العروبة على أن لا يبقوا فيها معلما لعزة أو مظهرا لكرامة أو ملمحا لوحدة. تقاسموا الخيرات وأعادوا رسم الخرائط وشكلوا النظام العالمي الجديد، وأعدوا خارطة الشرق الأوسط الجديد، وهم ينجحون لا لقوتهم بل لضعفنا، ولا لذكائهم بل لسذاجتنا، ولا لوحدتهم بل لتفرقنا. يقتطعون بلادنا أرضا بعد أرض، ويمزقون الممزق في ساح أمتنا
فإذا كانت سايكس بيكو وضعت الحدود القطرية والإقليمية والمناطقية، فبوش بلير بدأت تقسم المقسم وتجزئ المجزأ وتعمل عمل الليل والنهار حتى لا يبقى كنتون واحد على قلب رجل واحد أو على حالة واحدة. لبنان صراع الموالاة والمعارضة على أشده، فلسطين صراع حماس وفتح بلغ أوجه، العراق النعرات الطائفية سنة وشيعة والعرقية أكرادا وعربا تعمل عمل الليل والنهار عبر أجندة أمريكية واضحة من أجل أن تصل بالعراق إلى فوهة بركان ينفجر، وإذا ما بدأ الاحتراق على الأرض فلن يوقف النار شيء، ولن يلتهم العراق وحده بل سيلتهم المنطقة بأسرها. السودان أزمة دارفور وإقليم الشمال، مصر أزمة الأقباط وأزمة النوبة. وتابع معي مآسي الخليج وإيران والجزر الثلاث، وتابع معي المغرب والبوليسارو، وتابع معي الصومال والصراع العشائري وصراع القبائل وأمراء الحرب وأسيادها، وتابع معي يا أخي إلى أين سنصل. تجد أن هناك لعبة تقسيم المقسم تصاغ المنطقة فعلا ويعاد رسم خرائطها من جديد. سوريا بدأ السيناريو واضحا وكأنه يكرر نفسه. سوريا تحتضن الإرهاب، سوريا في محور الشر، فبعد التحالف مع إيران ظهر أن هناك تعاون مع كوريا الشمالية، وظهر عندنا مفاعلات نووية ما بين عشية وضحاها، وعبر فبركة مفضوحة مكشوفة يستطلع الطيران الإسرائيلي، ثم يضخم سيناريو الأبطال اليهود الشجعان، اخترقوا أرضنا وأنزلوا الكوماندوس وأخذوا المفاعل وصادروا معدات، وبدأت جرائد العالم وفضائياته تروج. فنحن من جانب نحتضن الإرهاب، ومن جانب مع الخط الراديكالي، ومن جانب صرنا من محور الشر، ومن جانب أعداء السلام، ومن جانب وصلنا إلى قضية المفاعل النووي، وقبلها أن العراق هرب أسلحته الكيميائية والبيولوجية سرا إلى الأراضي السورية. السيناريو عم يعد يمهد أولا لعزل سوريا عربيا وإسلاميا ودوليا، ثانيا تحضير الرأي العام الغربي والأمريكي ثم العالمي لتقبل فكرة العدوان وزيادة الضغوطات من أجل تحقيق أحد أمرين: الأمر الأول أن يأخذوا من سوريا أكبر قدر ممكن من التنازلات فتتخلى سوريا عن حماس وعن المقاومة الفلسطينية، وتتخلى عن حزب الله والمقاومة اللبنانية، وتعيد النظر في ترتيب أوراق العراق. فلقد أعلن رئيس الجمهورية وأعلننا بالشكل الواضح وبالخط العريض: نحن مع المقاومة العراقية الشرعية الوطنية ضد الحكومة العميلة المفتعلة إن بقيت مستمرة هكذا، أما إذا عادت الاعتبار فنحن معها قلبا وقالبا، ولا يمكن أن نضع يدا بيد من يكون لعبة بيد الأمريكان وبيد اليهود وبيد أعداء الله. والمفاوضات قائمة على قدم وساق للوصول إلى نقطة تفاهم في هذه القضية. يا عباد الله، يا عباد الله، هذه التهم، هذا الحصار، هذا السيناريو يريدون تحقيق: إما أن نقدم التنازلات فنتخلى عن كل صور المقاومة في المنطقة، ثم نقبل بفك التحالف السوري الإيراني
الذي وجبهة المواجهة للمشروع الأمريكي واليهودي في المنطقة، ونقبل بمشروع التطبير والتطبيع العربي والهرولة نحو أبواب البيت الأبيض وإلى أحذية الجنرالات جنرالة البنتاغون. نقبل بالمشروع العروبي المذل والمستخذي والمستسلم والمنبطح، ثم نقبل بفكرة السلام مع اليهود بلا قيد ولا شرط والتطبيع الكامل. فإذا هذه السيناريوهات الآن على البلد، على الوطن، هذه الاتهامات يريدون أن يحققوا إما قدر كبير من التنازلات في الموقف السوري الإسلامي الوطني، وإما إن لم ننصع لذلك قد هيئوا الرأي العام وعزلونا عربيا وعزلونا إسلاميا وعزلونا دوليا، يهيئوننا لضربة خاطفة، لضربة خاطفة من جبهتين تشل الحركة، فاليهود من جانب والأمريكان المتمركزين في العراق والخليج من جانب آخر، وهذا بزعمهم يرعبنا أو يرهبهم. الأمر يعد، الأمر يعد. ونزلت دراسات لمراكز أبحاث أمريكية يتكلمون فيها عن الشرق الأوسط، أي عن العالم العربي بعد 15 سنة، دراسات لو قرأتموها لتعلمون أن ما نحن فيه الآن من بدايات ومقدمات لابد أن توصل بتلك النتائج إن بقيت الأمة غافلة وسادرة وتدينها سطحي سلبي وأفرادها غير مهتمون، غير مهتمين بالحدث الأكبر والقضايا المصيرية، وأن بقي دعاتنا يكررون على المنابر الحكاية والمنامات ويوزعون على الناس صكوك الغفران ويوزعون بطاقات دخول الجنة بالمجان دون واجب ودون همة ودون فورة ودون نفرة، دون أن نقول لهم انفروا خفافا وثقالا، ودون أن نقول لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض، دون أن نستشعر أن لنا واجب. إذا بقيت الشعوب تحركها الغوغائية وتحركها السلبية بدءا من تدينها إلى كل شؤون حياتها، إذا بقيت منابرنا وبقي دعاتنا يتكلمون بما فوق السماء وما تحت الأرض ويشغلون الناس بالكرامات والمنامات والحكاية التاريخية المقطوعة دون أن يعرفوهم ماذا يجري وماذا يراد بهم وماذا يراد منهم، وإذا بقي أغنياؤنا ومترفونا يعبون الأموال ويكدسونها في الخزائن ويزيدون الأرصدة ويتطاولون في البنيان وينسون أن للأمة حق في أعناقهم وأن واجب في المال سوى الزكاة في هذه الأموال التي يجمعون ويكدسون ويتحركون لجمع كلمة الأمة ولوحدة صفها، فيناصرون الفقراء ويساندون الضعفاء ويكفون الأرامل واليتامى والمحتاجين ويخففوا سعارة وحرقة البطون الجائعة الملتهبة، ويدرك آلاف المؤلفة في كل منطقة تعيش تحت خط الفقر بحاجة في اليوم والليلة إلى الأود لسد الرمق لهم ولصغارهم، لكن أين من يعيش في النعيم أن يشعر بمن يعيش في لوعة الفقر ومأساته؟ لو أردنا أن نقوم بجولة الآن في بعض أحياء حلب عندنا، يا أثرياء حلب ويا أغنياء حلب، يا من كل واحد منكم مائدته الرمضانية في اليوم على الإفطار والسحور تتجاوز عشرات الآلاف من الليرات، ويا من نتفنن في المأكولات والمطاعم والخروج والدعوات والولائم، ويا من نجعل رمضان موسما لكل ما لذ وطاب ونبذل الأموال، لو أردنا أن نذهب في رمضان فنقوم بجولة ضمن حلب على بعض الأحياء لن يصدق بعضنا أن هناك من يعيشون تحت خط هذا الفقر، لن تصدق أعينكم ما سترى، أناس يعيشون في أقواخ، أناس يعيشون في مغر، أناس يعيشون بين القبور، أحياء أموات مع الأموات، أناس لا يجدون على الإفطار والسحور في كل يوم إلا الخبز والزيت والزعتر، ويطبخون حتى برهلهم بلا إدام وبلا قدرة على أن يطعموه بسمن أو حتى زيت، لا تصدقون، لأن البطون المترفة لا يمكن أن تتوقع أن هناك جوع على هذا المستوى تعيش من حولهم. لذلك قالوا ليوسف لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع. ويأتينا شهر الصيام لنشعر بلوعة البطون، لنشعر بالجوع والعطش والظمأ والمحتاجين، فأين التكافل وأين التراحم
وأين البذل؟ كان صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتميز في رمضان لا بتراويح 20 ركعة، وأن نقنع أنفسنا ونقنع الله بأننا أدينا شكليات تقليدية مكررة في كل رمضان من العبادة أو نخرج قليلا من طعامنا. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، فأبرز خلق في رمضان هو الجود والكرم والبذل والعطاء والمواساة وإعانة الفقراء والمحتاجين والضعفاء والأرامل واليتامى. نعم يا عباد الله، هذا ما يجب أن يكون. أقول إذا بقيت حالتنا هكذا فأخشى أن سيناريو ما بعد 15 عام الذي رسم ووضع أن ينفذ بحذافيره، وهو يرسم صورة قاتمة معتمة تقسم فيها بلادنا وتثار فيها فوضى من الصراعات والنزاعات، ويسود فيها حالة من التنافر والتباغض، ثم يهيمن عليها بقوة عسكرية تسمى القوة الضاربة المتمركزة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العراقية وأراضي الخليج مع تآمر عربي ودولي. إن الأمر جد مخيف أيها الأحبة، فما الذي ينجينا؟ ما الذي نحتاجه؟ ما الذي نحتاجه الآن لكي ننجو من هذا ولكي نقطع الطريق على مشروع 15 عام الذي يرسمونه ويعملونهم؟ يبذلون رجال، يبذلون أموال، يرسلون أبناءهم من أمريكا وأوروبا لكي يقتلوا في العراق وهم لا يتراجعون، يقدمون أبناءهم، يقدمون ميزانيات هائلة، يقدمون عتادهم لكي يحققوا الأهداف. فماذا نقدم نحن لكي نرد الاعتداء عن أنفسنا فقط، لكي نرد العدوان، لكي نفشل المخططات، لكي نحبط المؤامرات؟ ماذا قدمنا نحن؟ نحتاج إلى أمور 3 أيها السادة. الأمر الأول، نحتاج إلى ترشيد الطاقة الإيمانية الموجودة بفضل الله. والإيمان في قلوب الأمة موجود، والإيمان لدى الناس موجود، لكنه يحتاج إلى تفعيل، لكنه يحتاج إلى تفجير، لكنه يحتاج إلى أن يتحول إلى آليات عمل. الإيمان في القلوب كامن قوة وطاقة هائلة جبارة دارة، يمكن أن تصنع الأعاجيب ويمكن أن تحول المستحيل إلى ممكن، ولكن كيف نكتشف هذه الطاقة؟ كيف نرشدها؟ كيف نوجهها؟ الإيمان الذي جعل 4000 خرجوا من قلب الجزيرة العربية من صحرائها وجبالها وجوعها وفقرها، جعلوهم يحكمون العالم، وجعلوا 100 الملايين من قطعان البشرية تدين لهم وتخضع، وهم يسوسونها بالعدل ويسوسونها بالكرامة ويسوسونها بالمساواة لكي يحققوا سعادتها من خلال حكمها. 10000 خرجت من الجزيرة العربية بالإيمان، فتحت الكرة الأرضية، دانت لها الممالك، خضعت لها الدول، بلغوا بانطلاقتهم القارات دون أن يوقفهم شيء ودون أن يعيقهم شيء. الإيمان أيها السادة، الإيمان الذي جعلنا ننتصر في عين جالوت بعد أن قالت الأمة بمجموعها إذا قيل لكم أن التتار هزموا فلا تصدقوا، وهزم التتار بالإيمان في عين جالوت. الإيمان أيها السادة الذي جعل منا في مؤتة 3000 رجل نواجه 200000 رجل، 200000 رجل تماما، وحققنا هدفا رائعا وزرعنا في قلوب الروم رعبا وهلعا من هذه القوة، فقالوا إذا كانت 3000 فعلت كل هذا فكيف إذا جاءت جيوشهم وإذا جاءت جحافلهم؟ الإيمان، الإيمان الذي جعل فصائل في أرض فلسطين لا تلقي سلاحها رغم القتل والتصفيات، وتتابعون أخبار غزة واجتياح غزة وشهداء غزة، وتتابعون في كل يوم قنص لقادة ورموز هذه الفصائل المجاهدة المقاومة المؤمنة، رغم أن العالم كله وليس اليهود، العالم كله يتآمر عليها بما فيه العالم العربي، وتخلى الناس عنهم وعن قضيتهم جهارا نهارا، ما عدا هذا البلد الأشم الذي ما زال يعلن دعمه جهارا نهارا غير مبال بكل التهديدات وبكل الوعيد. انظروا إليهم، 10 سنين لم ييأسوا رغم القتل، رغم الآلاف من المعتقلين، رغم التصفيات، رغم التهجير، رغم التجويع، رغم الحصار،
يقطعون عن غزة الماء والكهرباء والدواء، يقطعون التعامل البنكي وتداول العملات، يمنعونهم رغيف الخبز وحبة التمر في رمضان، بينما نحن نمد موائدنا. هم يطوى على البطون الجائعة ويربط الحجر على بطن وحجر آخر بيد، يواجهون به دباباتهم وعتادهم وجحافلهم. الإيمان، الإيمان أيها السادة الذي جعل من قوة حزب الله مئات مئات تعد على رؤوس الأصابع، جعلت أسطورة العدو الإسرائيلي المتطور العسكرية، جعلتها تمرغ في التراب، وأفشلت حربهم على لبنان ووقفت سدا منيعا، فلو سقط لبنان لسقطت المنطقة. ولكن جنود حزب الله بالإيمان، لا بالشعارات الفارغة، لا بالعنتريات الزائفة، بالإيمان. أما آن للأمة أن تعي أنه سلاح الإيمان؟ بالإيمان ضربت العدو وشلت حركته وهي له بمصاب، وتتحدى وتتوعد ليل نهار بأنهم إن تجرؤوا مرة ثانية سيجدوا ما لا يخطر لهم على بال. بالإيمان انطلقت المقاومة العراقية، انطلقت تجعل الأرض الرافدين تحت أقدام الأمريكان قبورا مفتوحة، فغرت فاها تبتلع جنودهم وقاداتهم ومعداتهم. بالإيمان، بالإيمان نعطب دباباتهم ونسقط طائراتهم وبقليل العتاد الذي توفر. بالإيمان، الإيمان الذي يصنع الأعاجيب. الإيمان نحتاج الآن إلى هذا الإيمان، نحتاجه ترشيدا، نحتاجه قوة محركة، نحتاجه برامج عمل، نحتاجه صياغة وصناعة للوحدة، نحتاجه جمعا للكلمة ورصا للصف. وأي وحدة تقوم على غير أساس الإيمان هي وحدة مشوبة، لابد أن تخترق ويتسلل الطابور الخامس من خلالها ببيع الضمائر وشراء الذمم لدى البعض، ثم يفرقونها ويمزقونها. لكن الوحدة إذا قامت على أساس من الإيمان فهي وحدة لا يمكن أن تخترق ولا يمكن أن تمزق. أيها الأحبة، أول ما نحتاج إليه الإيمان، الإيمان. وما أحوجنا في ظلمات بعضها فوق بعض، وفي حشود من الشر تتوالى، وفي أرسال من الشكوك والأوهام والظنون والرعب والرهبة تتتالى، ما أحوجنا ونحن نعيش زمجرة الأعاصير الكفرية وتفجر البراكين الدولية علينا، ما أحوجنا إلى هذا الإيمان، ما أحوجنا إليه نطمئن به القلوب ونعتقد من خلاله أن الله نافذ وعده للقلة المؤمنة، وأنه لابد ناصرها على الكثرة الكافرة، فتسكن القلوب وتطمئن، فلا تجزع ولا تفزع، ولا تفكر باستسلام ولا بخنوع ولا بخضوع، وتقاتل للرمق الأخير ذودا عن أرضها وترابها المقدس، ذودا عن أعراضها ومقدساتها، ذودا عن كرامتها وخيراتها، ذودا عن مستقبل الأمة وعن مستقبل صغارنا وأجيالنا. بالإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه الزمجرة وهذه الأعاصير وهذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، أن نستروح الإيمان، أن نكتشف سره في داخلنا، أن نفجر طاقاته فتبرد القلوب وتثق بوعد علام الغيوب، وتعلم علما قاطعا لا بد من المواجهة ولا بد من المجابهة. ثم تمضي هذه الجموع المؤمنة وهي تردد: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيأتيهم النداء الخالد من رب الأرض والسماء يملأ الأجواء: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، انفروا خفافا وثقالا. يأتي النداء: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يأتي النداء الخالد أيها الأحبة، والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الظالمون. أيها الأحبة، حينها تنطلق الجماعة المؤمنة، ينطلق الناس بإيمانهم، ينطلق الوطن المؤمن
بحكومته وشعبه بقيادته وأناسه وهم يحملون الإيمان ينطلقون وهم يعلمون أن الله معهم. لا بد ناصرهم فيتوجهون إلى الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. حينها يأتي نداء الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل، متاع قليل، متاع قليل للأمريكان، لليهود، للبريطانيين، للفرنسيين، لكل أعوانهم وعملائهم وأذنابهم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك أيها المؤمن، أيها الموحد، أيها الحاكم، أيها العالم، أيها الفقير، أيها الجاع، أيها الغني، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد بأساطيرهم وعتادهم وجيوشهم ومخابراتهم وجواسيسهم ومعداتهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حينها يثق المؤمنون بوعد الله وتأتي النهاية يسجلها التاريخ وتعيد نفسها بنفسها بثلاث كلمات تكون الخاتمة: فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله. هذا ما نحتاج إليه، أول ما نحتاج إليه هذا الإيمان، ثم نحتاج إلى الأخلاق تجعلنا نصمد أمام النكبات وتجعلنا نتحصن أمام سعار الشهوات والملذات والمغريات. الأخلاق، الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ذهبوا في الدنيا والآخرة، أي خسروا الأمرين. الأخلاق، الأخلاق أيها السادة، الأخلاق نعيدها إلى حياتنا، نعيد الفضائل، نعيد القيم، نعيد الرحمة بيننا والمغفرة، نعيد التسامح، نعيد كظم الغيظ، نعيد صلة الرحم والإحسان إلى الجار، نعيد أخلاقنا المفقودة الضائعة التي نحن بحاجة إليها، نعيد أخلاق الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأخلاق أين هي؟ الأخلاق هي التي تجعلنا كالجسد الواحد، هي التي تجمع صفنا وتلم شملنا وتوحد شعثنا، هي التي تجعل منا أمة عصية على السقوط، لأن الأخلاق هي التي تولد المواساة وتولد التكافل وتولد التعاون والتواصل والتناصح والتغافر والتراحم، وتمتن المجتمع بصلات ما بعدها صلات. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يقف فيها على المنبر ماذا قال؟ أول مرة، أول وقفة على المنبر ماذا خطب؟ هل خطب عن العقائد وعن الجنة وعن النار وعن الغيبيات وعن وعن؟ أبدا. أول مرة وقف فيها على المنبر قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول خطاب منبري، أول خطاب نبوي للأمة، أول مرة يعتلي فيها منبر في المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا طريقنا يا سادة. الأخلاق نحن بحاجة إلى أن نستعيدها، وبحاجة أن نضرب بيد من حديد على كل جهة أو جبهة أو جماعة أو فئة أو أفراد، على كل من يريد أن ينسف جذور الأخلاق أو أن يسقطها من عروشها في بلادنا، على كل من يريد أن يسلخ أجيالنا من أخلاقهم. علينا أن نضرب بيد من حديد على أولئك الذين يحاربون الأخلاق، يتفننون في حرب الأخلاق، إن في المسلسلات أو الأفلام أو الدعايات أو الكليبات أو للترويج وتسويق عمولاتهم القذرة المستوردة من الغرب الإباحي الفاجر. نحن بحاجة أن نقف حراسا على حصن أخلاقنا وأخلاق أبنائنا وبناتنا وبيوتاتنا، وأن نحافظ على هويتنا، على استقلالنا،
على خصوصيتنا، على ميزاتنا الأخلاقية والتاريخية والدينية، على تقاليدنا وأعرافنا النبيلة التي تقوم على الفضيلة والخلق والحياء. هناك من يريد العبث بأخلاق أبنائنا، هناك من يدمر قيم الأخلاق، هناك من يتسلل إلى أخلاق أجيالنا فيمسخها ويأتي بأخلاق بذيلة هزيلة بدأت تظهر آثارها على السطح. بحاجة أن نقف وقفة جادة بدءا من أنفسنا وحراسا على بيوتنا إلى حراسة أخلاق المجتمع بكامله. وأخيرا، نحن بحاجة أيها الأحبة إلى السواعد القوية، إلى البطون الممتلئة التي لا يشغلها هم الطعام وهم اللقمة والرغيف. نحتاج إلى أن ترفرف السعادة على كل بيت في ساح هذا الوطن، وفي هذا الجانب كلنا مسؤول. الحكومة مسؤولة، الأغنياء مسؤولون، العلماء مسؤولون، الجمعيات الاجتماعية والخيرية مسؤولة، كلنا مسؤولون. وأنا أتمنى في كل حي أن تشكل لجان للأحياء تشكل صناديق الصدقات وصناديق التبرعات يشرف عليها كبار السن، من يثق بدينهم وورعهم وزهدهم في الدنيا وهم مقبلون على الآخرة مدبرون عن الدنيا، حتى لا تغريهم هذه الأموال فيسرقونها كما سرقها الكثيرون باسم الفقراء والمحتاجين والمساجد وغيرها. نحن بحاجة أن يقوم على الأمر الأتقياء الأنقياء الصالحون الذين سيم السجود واضح في جباههم ووجوههم، ويحملون قلوبا رحيمة يشكلون في كل حي لجان الصدقات وصناديق التبرعات، يزوج الشباب الذي لا يقدر على زواج، يعين الأسر المستورة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يفك أزمة المديون والغارم، يكفل عوائل من سافر آباؤهم أو ماتوا أو سجنوا. نتحرك أيها الأحبة عبر روح جماعية، أو هذا لا نقدر عليه؟ نحن بحاجة إلى أن نتحرك حركة سريعة لخفض مستوى الفقر ولإقامة منهج التكافل في رحاب هذا الوطن، فهو الكفيل بعد الإيمان والأخلاق أن يحفظ الأمة ويجمعها ويوحدها. أما الجائع العاري لا يمكن أن يحمل سلاحا ويدافع عن أرض، والمنكوب الذي في الليل والنهار يرى أطفاله وصغاره يتضورون جوعا ويموتون من قلة الدواء والكساء ولا تجد بناته مأوى يستر بها العرض والشرف، هذا كيف سيحامي عن أرضه ووطنه؟ سيحامي عنا وعنكم كيف؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يرسل الجيش في سبيل الله، أتدرون ماذا كان يقول؟ كان يقول لهم: سيروا وأنا أبو العيال، سير لا تلتفت بأمر زوجة أو ولد أو بيت، سيروا وأنا أبو العيال. فكان يكفل حتى الطفل، حتى الجنين في رحم أمه قبل أن يولد كان يفرض له العطاء. كان يقول: لو تعست شاة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. كان يتفقد الرعية في الليل، يجوب بعسسه بيوتات، يسمع أنينا المرضى وزفرات المحتاجين وتأوه الفقراء، فيحمل على أكتافه وظهره ما يبلغهم أودهم ويعطيهم حاجتهم. حينها استطعنا أن نسقط كسرى وقيصر، وحينها أزلنا فارس والروم في 10 سنوات. في 10 سنوات جبهتنا الداخلية كانت متينة بإيمان وأخلاق وتكافل، والكل فيها مكتف. حينها استطعنا أن نخرج شيبا وشبابا، وحينها استطعنا أن نثبت للعالم بأننا نحن شرطة المرور في العالم ننظم حركته، وأننا نحن السادة والقادة، وأننا نحن الأساتذة التي خرجنا بخيريتنا فنصبنا خيمة العدل ومددنا بساط المساواة والإنصاف. حينها أيها السادة، هذا ما نحتاج إليه: إيمان وأخلاق وتكافل على الأرض. كلنا مسؤولون عنه إذا قصرنا، وكل فرد إذا لم يفكر كيف يعالج هذا الأمر سيسأله الله يوم القيامة: لما لم تفعل؟ يا عباد الله، مستقبل أبنائنا رهن بأيدينا، كل ذرة من تراب أرضنا أمانة في أعناقنا، وهي مسؤولية إلهية قبل أن تكون مسؤولية أرضية. يا عباد الله، عدونا ما عدا يلعب، عدونا وصل إلى أنه يدعي أنه صادر المعدات النووية من على أرضنا، وهذه
وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها. فإياكم أن تبقوا في غفلتكم وسذاجتكم، فإن العدو يتربص بكم الدوار، يتربص بشرفكم، بأعراضكم، بنسائكم، بوجودكم، يتربص الدوائر. ألا فهبوا، ألا فتصافحوا، ألا تصالحوا، ألا تغافروا، ألا تواصلوا، ألا أطفئوا نار العداوات والخصومات، ألا أبطلوا نزعة الجاهلية ونهرة العنجهية، ألا تناسوا خلافاتكم. وإياكم من أي صورة من صور الانقسام والافتراق. وحدوا جبهتكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المسار وهذا الخيار وهذا القرار، وبه سنملأ الكون نورا ونطفئ في رحابه النار. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إعزازا لمن آمن به وشكر، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم حب الدنيا، لأن حبها إذا استولى أسر، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيد السادات وإمام القادات، على حبيب الحق وسيد الخلق محمد، وارضى يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتصلح بها أحوالنا، وتزكي بها أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. يا الله، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين. اجمع كلمة الحاكم والمحكوم على ما يرضيك عنا، أصلح الراعي والرعية، خذ بعبدك هذا الذي وليته أمرنا إلى ما فيه رضاك، سدد قدمه على ما فيه رضاك، هيئ له بطانة صالحة، أبعد عنه بطانة السوء، ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل خير البلاد والعباد يجري على يديه يا رب السماوات والأراضين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا وثقتنا وأملنا. يا الله، رد غائلة الغدر والمكر والكيد عن بلادنا، أمنا في أوطاننا، وأمن المسلمين في أوطانهم في كل مكان. اللهم لاحظنا بأنظار عنايتك، وسورنا بسياج رعايتك، واجعلنا في كهفك المصون. يا الله يا الله،
اللهم كن لإخواننا في فلسطين والعراق ولبنان، في أفغانستان والصومال، في كل مكان يضام فيه عبادك ويضطهد فيه أولياؤك ويظلم فيه الإنسان كل الإنسان، اللهم عليك بالظالمين، عليك بجموع المعتدين، عليك بالطغاة المتألهين. اللهم رد للإنسانية رواءها وصفاءها وسعادتها واستقرارها وأمنها وإيمانها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، وأنزل هدايتك على عبادك في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله ربنا اجعل أول شهرنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. إلهنا لسنا أهلا للدعاء ولكنك أهل للإجابة، فعاملنا بكرمك لا بلؤمنا، وبإحسانك لا بإساءاتنا، وبما أنت أهله لا بما نحن أهله. ربنا وعزتك وجلالك ما أردنا بمعاصينا وتقصيرنا مخالفتك، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخي علينا. بحبال من نستعصم إن قطعت عنا حبالك، إلى أي باب نلجأ إن رددت دوننا أبوابك؟ ربنا منطرحون على أعتابك، وحقك لن نبرح بابك حتى تصلح عوجنا وتقبلنا على عيبنا ونقصاننا. وحقك يا الله، وحق منانيتك، وحق حنانيتك، وحق جودك وكرمك، وحق رحمتك التي سبقت غضبك، لن نخرج من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اقبلنا على ما فينا وعالجنا قبل أن نموت. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، يسر مؤسستي غرباء الشام وأمجاد للإعلام أن تبدأ بإطلاق إصداراتها، وهي مجموعة من الخطب والمحاضرات والمهرجانات التي فيها إن شاء الله ما يرفع سقف الوعي ويكشف للأمة مشروعها الحاضر والمستقبل لصناعة نصرنا وعزنا والعودة إلى كرامتنا وطرد عدونا وإفشال مخططاته. فهناك سلسلة من الخطب والمحاضرات، منها منظومة الإسلام، ومنها لولاهم أي المقاومة لسقطت عواصمنا، ومنها إماطة الأذى، ومنها اجتالتهم الشياطين، ومنها الماضي جسرا إلى المستقبل، ومنها ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، ومنها أبرهة العصر، ومنها الجلاء، ومنها وعادت أحد ألف مرة، ومنها الرحمة ازدهار وانتصار، ومنها لا عز إلا برمز، ومنها صراع الحضارات، ومنها التغيير في مواجهة التدمير، ومنها ثم يغلبون، ومنها زفرات بين يدي القائد، ومنها عربدة أمريكية، وأتمنى هذه أن تسمع جيدا، عربدة أمريكية، ومنها إسلامنا نور ونار. كما أن هناك المهرجان الذي أخذ وسام الاستحقاق، مهرجان معك يا قائدنا رغم التحديات. فهذه بعض الإصدارات التي أسأل الله أن يجعل فيها النفع والرفع، ستجدونها لدى الإخوة إن شاء الله. أقم الصلاة.